بين المواكب المعزية وهذه الطقوس العاشورائية في العشرة الأولى من أيام شهر محرم الحرام، أيام العزاء، أيام الحزن، أيام ثورة وانتصار الدم على السيف، ثورة الحسين، ثورة الطف الوضاء التي سطرها أبي ضيم الإمام الحسين عليه السلام في عرصة كربلاء، ولازلنا نتنقل بين المواكب. كان يعني حقيقة همنا قبل نص ساعة وباتصالي مباشر مع الاستوديو في بغداد بأن تكون جولتنا بالقرب من الحرم العلوي الطاهر، ولكن ما صار عندنا تأمين بالنسبة للشبكة، تعرفون أيام ضغط على الشبكة وعلى بثنا المباشر، فانتقلنا إلى محيط النجف الأشرف ونسميه شارع المحيط شارع السور، وهذا هو الشارع الذي تكون فيها المواكب الحسينية من النجف الأشرف، وتعودت مواكبنا تقدم الخدمات بمختلفها. ومواكبنا الحسينية في هذه الأيام العشرة الأولى مجلس محاضرة لأحد خطباء طلبة الحوزة العلمية، ومثل ما تعرفون هذه المحاضرة توعوية ثقافية تبين أهداف الثورة الحسينية، مبادئ الثورة الحسينية، النهضة الحسينية التي كانت وسطرت ملحمة الإباء وملحمة الرفض للطاغوت وللطغمة الحاكمة آنذاك، طغمة يزيد وأذناب بني أمية. ومن بعد هذه المحاضرة التوعوية هناك الرواديد، عندنا بالنجف تنفرد عن غيرها من المحافظات قصيدة القعدة، هذه القصيدة تكون عبارة عن ردات مشتركة بين الرادود وبين الحاضرين في هذا المكان. والآن خلفي أحد مجالس الخدمة الحسينية، ويبدأ المجلس بقراءة آية من الذكر الحكيم، القرآن العزيز، الذي هذا القرآن اللي إحنا يكون امتداد للثورة الحسينية. السلام عليكم حجي حيدر. السلام عليكم. وفقدناك اليوم. حبيبي خادمك. عظم الله أجورنا وأجوركم. الله يسلمك. استشهاد أبي الضيم الإمام الله الحسين. الله يطول عمرك. مولاي الله يطول عمرك. الله يسلمك. قناة الأيام مباشرة، أمس ما حصلناك، اليوم إن شاء الله ويانا نكون بخدمة. ونتحدث عن مواكبنا الحسينية في النجف الأشرف. إحنا خدام صغار لكم وجميع خدمة الإمام الحسين، أنتوا اللي كنتوا تشتغلون خلف الكواليس كل سنة وكل عام، وهذا يعتبر موسم مالتنا مال خدمة الإمام الحسين، أنتوا تنقلوه خلف الكواليس إلى العالم. خدمة المحمد. الله يعزك. الله يسلمك. حجي حيدر، مواكبنا تعودت، أنا قبل شوية انقلت فالصورة عبر الأثير عبر فضائية الأيام، بأنه إحنا تعودنا في مواكبنا ننفرد عن باقي المواكب، محاضرة من بل. بعدها قصيدة القعدة وقصيدة اللطم. قصيدة القعدة ما موجودة بكل المحافظات بل. النجف انفردت بها فد فكر توعية. قصيدة القعدة بالنجف الأشرف نعتبر هي رسالتنا إلى العالم وإلى المجتمع وإلى خدمة الحسين، وإصلاحية إرشادية دينية، مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة بها صلاة سياسية وصلاة خطبة، فهي تعتبر تحكي عن واقع الحال للمجتمع، واقع الحال ذيك المناسبة مع الإمام الحسين سلام الله عليه، أو بيا يوم ينفرد بيا مناسبة تنفرد تنحسب بذاك اليوم. يعني كل يوم يوم عدنا على الشباب، اليوم بل. القاسم بل. يوم عدنا على الشجاعة، يوم بل. العباس، فيومي عدنا في قصة جديدة بل. فضل من الله وأمير المؤمنين، يعني والآن في كل مكان بالعراق قام تنقل القصيدة القعدة، الحمد لله والشكر. وموكب النجف الأشرف يمتاز ويخصص بأمور الإرشادية، يعني الخطيب يكون مو بس خطيب يعني روزخون بمعنى كلمتنا، لا، نجيب فد إنسان خطيب يوضع للعالم ويعرف كلامنا للعالم يوصل. حجي حيدر، أنا قبل شوية سولفت، يمكن المتلقي تدري عندنا شاشتنا فمي حط بباله مواكبنا ممتدة من مدخل المدينة القديمة، هذا شارع السور، ودائر مدار النجف، وبداخل النجف بالأحياء بالبيوت، كأنما هذه العشرة الأولى هي شعلة في قلوبنا. حجي هي يعني إحنا قبل محرم الحرام فد 15 20 يوم الناس شوفها استعدادات، شي تنصب، شي ترتب الامور، شي مو قضيه سهله، بس هي مثل خلصت مع احنا جاي نعد بالايام التنازل، احنا قلوبنا ممروده لكون احنا ذاك الحراره وذيك الشمس، الناس والشباب تشتغل وتعمل لخدمه سيد الشهداء، يعني ساريه بالدم. هاي الشهرين يعتبر موسم الخدمه، موسم الجنه ان شاء الله. حجي حيدر،
مجلسنا مجلس النجف الأشرف يعقد الآن في المدينة القديمة، ولكن أنتوا تقصدتوا في أيام الأربعينية في منطقة الحيدرية خان النص، فشنو الهدف تعقدون الموكب هناك؟ حسينية المشاهدة موكب النجف الأشرف 561، يعني الزائر بأكثر، نريد نخدم أكثر مرحلة، يعني عندنا بالنجف إحنا محطة مال الخدمة هنا، وبخان النص عندنا محطة برنامج ونقل مباشر وغداء عشاء ريوق، شنو وسائل الراحة للزائر نحاول نقدمها، لكون فد فرصة. واحنا ايش ما نقدم للحسين؟ الحسين أعطانا كل شيء، هو ما محتاجنا، احنا محتاجين. أسأل الله أن حسن العاقبة ويشفيكم شر بنات. حجي حيدر هذا موسم. أي والله موسم، أي والله. أنا حملة دار، يخابرون الناس يقولون لي تروح عمرة كذا، أقول لهم هالشهرين لا مره، ربيع أول ربيع ثاني. أي والله. رسالة نوصلها عن طريق قناة الأيام للعالم أجمع، شعائرنا مبادئنا الحسينية نحييها على طريق الحسين اللي هو طريق الدين القرآن الصلاة. هو الحسين استشهد من أجل الصلاة وإظهار الحق وكلمة الحق، أبا عبد الله الحسين. وإحنا إن شاء الله امتدادا إلى مسيرة الإمام الحسين، جيل بعد جيل يخدمون الإمام الحسين ويخدمون هذا المنبر. الله يطول عمرك. موفقين، أسأل الباري عز وجل أن يديم هذه النعمة إعلانا بخدمة الحسين، يحسن عاقبتك ويدفع البلاء عنك. ونشكر قناتكم الموقرة لنقل إظهار الحق وإظهار كلمة الحق للعالم الإسلامي جميعا. الله عزك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. موفقين مشاهدي الكرام، لازلنا مستمرين وياكم بتغطيتنا المباشرة من النجف الأشرف، والشاهدون خلفي الآن المجلس هو يتحدث عن هذه الليلة، ليلة الثامن من شهر محرم. هذه الليلة تعد خاصة للعلي الأكبر، شجاعة علي الأكبر، بروز علي الأكبر، مكانة علي الأكبر. مشاهدي الكرام، حتى ننتقل المكان آخر ناخذ فاصل قصير، ولدينا عودة أخرى إلى فاصل. هذه عودة أخرى مشاهدي الكرام، وتغطيتنا المباشرة وجولتنا الميدانية لقناة الأيام في مواكب النجف الأشرف، وانتقلنا إلى مكان آخر مثل ما شاهدون خلفي، المكان اللي يعدون فيه المشروبات الساخنة، وأهم المشروبات الساخنة هو الشاي. والآن تشاهدون هذه النيران التي تم توجيرها، والحطب وطريقة الأكواري والطريقة الخاصة بإعداد الشاي. وأكيد كل موكب إلى فنوكها، كل موكب أكو فيه خدمة خاصين، هم أصحاب اختصاص يقدمون هذه الخدمة. السلام عليكم، أضم الله أجورنا أجوركم، توفيق إن شاء الله. أتحدث عن المواكب والاختصاصات، فأحدث المشاهد أقول لهم إحنا كل موكب أكو خدمة خاصين يبدعون بتقديم الخدمات. كم من يعظم الله فمن الله من تقوى القلوب. طبعا موكب النجف الأشرف يبدأ من الليلة الأولى إلى ليلة 13 تعزية، وعندنا هنا موكب مال شاي وتقديم الخدمات، الماء البارد والشاي للزوار وللخدام الحسين، وعندنا المنبر العشرة الأولى والرادود يقرأ عندنا، وأيضا القيمة النجفية. طبعا مشهورة موكب النجف الأشرف مشهور بالقيمة النجفية، وتبدي من العشرة الأولى ليلة العشرة الأولى إلى ليلة 13. حتى معلومة للمشاهد، كل المواكب كل موكب عدة طبخ خاص بعد أداء مراسيم العزاء يقدم الطعام إلى المعزين. قلت لك أصلا مدينة النجف تتميز بالقيمة، وخاصة الأجواء بمدينة النجف محرم مختلفة عن باقي المدن كلها، بالعزاء بالمنبر حتى بالقصيدة، يعني حتى بالقصيدة الحسينية النجف تختلف عن كل المواكب. نستثمر وجودك بما هم من فئة الشباب والصغار، يعني ممكن مواظب على المجالس الحسينية، ويجي من وقت يعني نشوفه يجي من وقت بيحضر المجلس في سبيل يسمع المحاضرة، وإذا خلص المحاضرة من يجي الرادود أسمع متلهف على الرادود، يريد يسمع الرادود، يريد يسمع شيخ الرادود. فإحنا متميزين بهذا الشيء بالعشرة الأولى من المحرم. الله يوفقكم إن شاء الله. منو من الشباب يسولف وياي؟ أهل الشاي. سلام عليكم أبو شهاب، سولف لي على الشاي. والله هاي إحنا الخدمة من يوم واحد محرم نبدي بها، إحنا قبل يوم واحد محرم نبدي ترتيبات وتحضيرات. كنا
اعطاها؟ تعال شوي من ناحيه من القواري. هاي الخدمه نبدي بها قبل يوم 1 محرم تحضيراتنا، ومن يوم 1 نبدي الى يوم 13 محرم على من ساعه بالاربعة لل 12. تبدون تهيئون اموركم ساعه بالاربعة؟ بالاربعة عصرا. قهوه ايضا مو بس شاي؟ قهوه، شاي، حامض، كل شيء عندنا ترتيبات. حاطين هاي القواري الفرفوري وكانما تراث. اي لا احنا لازم يعني نتباهى بها. شاي على الحطب ايضا له نكهه خاصه مو؟ نكهه كلش ذايبه يعني. وترتيبه يعني انت تشوف الاجواء، ونريد الله انه يعودها علينا بصحه وسلامه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. تعالي من هنا، تعالي من هنا، اطلع لي، لا اطلع لي، اطلع لي من برا، اطلع لي، اطلع لي. ها تخاف على الشاي؟ يلا. ايضا هنا عندنا يخاف على الشاي. السلام عليكم، عظم الله اجوركم، هذا المصاب الجلل. وعليكم السلام، قدام احنا لكم. سولف لي طريقه اعداد الشاي، لان الشاي يا له سئله يقول النكهه مالته طيبه. والله هذا تدري بعد شاي ابو فاضل، شاي الامام الحسين عليه السلام، وهذا من طيبهم هو. والشاي هو يعني يعتني بعنايه خاصه على الحطب، وسوالفنا القديمه بالقر الفرفوري، والنكهه ما تصير طيبه، لان احنا نحضرها من ساعه بالاربعة نجي نحمل ماي ونحضر الشاي وشوي شوي. قد يوميه تقريبا الصرفون شاي؟ والله خير من الله، يعني خير من الله. يوصل لك كيلو اكثر اقل؟ لا كيلو شنو، تقريبا نصرف باليوم 30 كيلو شاي. ما شاء الله 30 كيلو يوميا. نصرف قونيه شكر تقريبا، تقريبا 7 كراتين قلاصات سفري. يعني الشاي نكهته طيبه لان يمتاز على الحطب، مو لا على طباخ ولا على هاي، كله على الحطب نسويه. وقلت لك والنكهه مالته لان بالقور الفرفوري. وهذا بزاده الامام الحسين. كل التوفيق، موفقين ان شاء الله، موفقين. ايضا عندنا بعض خدمه الحسين. طه لك خلق تفر الكاميرا وياي؟ وياي. السلام عليكم، عظم الله اجورنا، اجوركم بمصابنا بابي الظين. نتحدث احنا عن الشباب ودور الشباب ودور المجالس. ما شاء الله 90% من يحضرون مجالس الحسين هم من الشباب. الحمد لله على توفيقه لحضور مجالس الامام الحسين عليه السلام. واكيد النجف تمتاز بهذه المجالس، باقي عن محافظات ما تلقى هذا التراث اللي النجف محافظه عليه. ادري به قرى ارياف النواحي القريبه على النجف كلها تقصد النجف هاي العشر ايام. اكيد حتى المحافظات المجاوره تقصد للنجف. النجف الحمد لله محافظه على تراثها، على الشعائر. اليوم عندك من الليله اللي مضت بدات شعيره المشاعل اللي تمتاز بها النجف، وبالخصوص طرف يعني ستسولف اذا اعطاني مجال ابو صالح اطلع للمشاعل، كون يعطيني نص ساعه بعد اضافيه. لا اكيد المشاعل لازم تغطوها بعد والحمد لله. يعني باقي الاطراف، طرف المشراق يمتاز بالمشاق وغيره، وهذه المواكب اللي اليوم ليله الاكبر، ليله الاكبر مميزه. بطل صنديد شجاع علي بن ابي طالب، الحسين، رسول الله، هذه الشخصيات مثلها بالمعركه. أكيد بعد علي الأكبر هو شبيه، هو شبيه رسول الله. إذا كانوا بني هاشم إذا اشتاقوا لرؤية رسول الله، لوجه رسول الله، ينظرون لعلي الأكبر. شو يمثل لنا اليوم يمن نحضر هذه المجالس ونحس اكو شجاع أمامنا، قدوة نبراس؟ يعني على الشباب أن تتخذ هذه المجالس عبرة لهم، للباقين يتخذون من علي الأكبر أن فد رمز للشجاعة، للأخلاق، أخلاق اللي يمثلها علي الأكبر. يعني هو قلت لك شبيه رسول الله، مو كشكلا، كأخلاق، كمضمونا. الله يحفظكم، كل التوفيق إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، ربي يحفظكم ويسلمكم. مشاهدين كرام، إحنا مستمرين وياكم بتغطيتنا العفوية نص المواكب، ناس رايحة جاية، فلهذا نقدم لكم هذه الصورة العفوية من مواكب النجف الأشرف بجولتنا. ساعة ناخذكم يم أبو شاي، قبل شوية أخذناكم يم الموكب، والآن تسمعون صوت الموكب. نأخذ فاصل حتى نتحرك لمكان آخر، إلى فاصل ومن بعده نعود. هذه عودة مشاهدينا الكرام وتغطيتنا المباشرة، ومثل ما وعدناكم في الفاصل اللي قبل قليل راح ننتقل إلى المنطقة الخاصة بالمشاعل. هذه المواكب اللي شاهدوها، طه طلع لي صوره، هاي المواكب اللي منصبه على هذا الشارع كلها مواكب المشاعل. تشاهدون الان الاخوان في هذا المكان يهيئون المشعل، لان بعد ساعه عندهم تقريبا المشعل راح ينطلق. تشوفون هذا اكياس التمن، هي هاي يلفوها ويحطوها هنا وينقعوها اول مره بالماي حتى ما تحترق بسرعه، وبعدين يحطون عليها نفط اسود ويحرقوها، ويمن تحترق ينشال المشعل
واحنا هنا عندنا الاخوان هم اللي يرفعون المشعل ويهيئون المشعل. سلام عليكم، عظم الله اجوركم. تعالي تعالي الله يساعدك ويعينك. تاج راسي حياك الله. تاج راسك من يومين خادمك. رفعت المشعل يرد لها حيل وقوه. صحيح. وندري عشايرنا يمكن الرباع صحيح الجسم القوي يطوف شرط المشعل. لا مو شرط، مو شرط والله العظيم. لا اكو لا، هي توفيق من الحسين عليه السلام وان شاء الله. هاي الشباب صحيح انه تلقى بنية جسمه ضعيفه، لكن عنده عزم وايمان انه يساعد على رفع اثقل من هذا المشعل بقاطات بعد وبركه الامام. كم وزن هذا المشعل؟ تقريبا ما يعادل من 80 الى 100 كيلو، يعني اوزان مختلفه مو نفس 100 كيلو ايه؟ ونار. وهسه مثل ما شاهدنا مشاهدنا الكريم النفط الاسود موجود على ملابسك. صحيح. هذا اللي انت وشايل المشعل بنفط اسود. صحيح. والرماد الحار تتحمل هذا كله؟ نتحمله من اجل ابا عبد الله. كل شيء نتحمل من اجل الحسين. انت وشايل المشعل مت تتذكر مواقف الحسين حرق الخيام؟ ان هذه المواقف اللي ساعدك لو على تحمل هيك ثقول وهيك اجواء حاره. تصور انه موقف الحسين بيوم العاشر ومصيبه المصيبه اللي جرت على الامام الحسين، هي هاي انه تكفي انه شنو اللي يسوي انت بالدنيا كلها انه ما يوصل يعني اجزاء اجزاء بالمئة من اللي سواه ابو عبد الله الحسين. سولف لي استاذ، قاعد تسوون تهيئون المشعل؟ انا جاي هي المشعل، جاي اللفه ومن بعد لفه راح ننقعه بالمي على مود ما يطفي، والدور الدهن الاسود مع النفط الابيض خبط ينور ان شاء الله بنور ابا عبد الله. المسافه اللي تقطعوها منا الى ساحه المشاعل لين فرها عندكم؟ صحيح، هو منا ما يتنورن المشاعل، يتنورن من باب الدخول من هناك، يعني من باب الجواهري، يعني تقريبا مسافه يعني 800. وتتاخرون لين سره؟ تاخير اكيد، يعني بين ما انت بهاي المسافه يعني احتمال تاخذ لك ساعتين ساعتين ونص يلا توصل. تحاولون قدر الامكان ذني ما يحترقن الى ان توصلون للساحه. لا احنا خلي يحترق، احنا نريدين يحترق. زين هناك من توصلون هم تهوسون بيهم؟ نهوس بيه، هو نهايته هناك من نكمل ونهوس بيه من المنبر، احنا راح نروح المكان العتبه العلويه. انتوا هناك ايضا عندكم هناك بالمشعل، مو فقط المشعل حتى تصير صوره واضحه امام المشاهد، لان بس اهل النجف يعرفون هذه الطريقه، احنا نعطي صوره للعالم كله. صحيح. ايضا عندكم مجاميع من الطبل، مجاميع ابناء العشيره كلها شايله اي صحيح القامه والتوثيه وكذا وتهوس، وعندنا بعض الهوسات الماثوره. اكو عندنا عشاير هنا واللي اشتهرت بها ال ابو عامر انه بالهوسات هم اللي يهوسون، يعني هم اللي اشتهروا تقريبا هنا بطرف العماره. وبالنسبه للدمام الطبل هو اللي يسوي لك حافز للمشعل. ويانا اي ويانا اكيد كل موكب والى قارعه الطبول. طريقه حمل المشعل اكو عندكم طريقه للامام للخلف بعد اكو فرات، شلون هاي الطريقه؟ هاي كل من كل من كل من ونقول الديزاين مالته نظامه. اكو ناس ياخذ يمين ويسار على مو شنو ياخذ مجال له في سبيل خاف اكو لا خاف اكو انه زائر او احد الشباب مار فما منتبه له، من راح ياخذ يمين ويسار اكيد راح ينتبه له، راح تفرغ له المساحه يقدر يفر براحته. هذا يسموه جاون. جاون هذا بحزامين، اول حزام اللي يتوزع الثقل انه المشعل يقعد على هذا المتن، والامايه الرئيسيه مال المشعل تستند هنا، فراح يتوزع الثقل بين هذا الكتف وبين هذا الكتف وبين الخصر، يخف ثقل المشعل بهذا الجاون. اكو عندنا اشخاص ما يشيلون بالجاون. اكو عندكم شباب ايضا يساندوك؟ اي صحيح، مو هذا من فر المشعل تعرف انه وزن ثقيل اخذ من حيله فما يقدر بعد ينزله وياخذه، فلازم اكو اشخاص يعينوه ينقلوه من كتف لكتف من واحد لواحد. كم واحد تحملوا المشعل عندكم هنا بهاي العشيره؟ هنا تقريبا عندنا 8 اشخاص، احنا موكب شباب هيئه الشباب بدر الهواش. مو عشيرة. عندنا تقريبا 8 اشخاص 9 اشخاص يتناوبون على رفع المشعل. كل التوفيق ان شاء الله. حياك الله. قبل شوي قلت لي ما اقدر اسولف ما شاء الله. موفقين ان شاء الله، موفقين. مشاهدي الكرام لا زلنا مستمرين وياكم. الماي تعطينيه وتعال يمي، تعال يمي، تعال يمي. شنو الخدمات اللي تقدموها؟ توزع ماي؟ شو تقدم خدمات؟ والله احنا بهاي الايام كل شيء نوزع. ماي من الشاي من الطعام. بحركه المشعل. احنا على الدمامات. انا فرقه الدمامات اي يعني كل كم يوم تظلون تستعرضون يا الله تاخذون نسق الدقه؟ تقريبا 10 ايام اكثر مرات. قبل شهر محرم احنا نتمرن على الدمامات. كم واحد؟
احنا مجموعة تقريبا بينا بالعشرين واحد اكثر اقل. دمامات متنوعة لو اي حسب الانواع، اكو الدمامات الايطالية وكو الدمامات العادية واشكال. دقة خاصة. دقة خاصة بمشاعل وهاي الهيئة الشعيرة شعيرة المشاعل، وان شاء الله كله احنا بخدمة ابا عبد الله الحسين. كل التوفيق ان شاء الله. جميل. ايضا عندنا حجاجنا هنا امامنا كبار نتحدث وياهم عن تعال شو اسمك؟ ايش قاعد تسوي؟ ها؟ تطلع ويا المشاعيل؟ ايه. هاي شنو هاي الشيء اللي تهوس بيها؟ شلون تهوس؟ شلون شو تقول؟ يا حسين؟ شلون تقول؟ يا علي. يا علي صيح شلون صيح؟ يا علي. اي بعد بعد هوس لي هوس لي تعرف؟ تستحي. تستحي؟ ايه. يعني تهوس تطلع ويا بابا مو؟ عافية عاشت ايدك. السلام عليكم. قواكم الله يا موفقين. خيجينا الشيخ. السلام عليكم. عظم الله اجوركم، موفقين ان شاء الله، موفقين. تفضل يا محجينا. حجي نتحدث عن طرف العماره ومشاعلنا المنوره اللي تنور الطريق، وهاي نستمد من عندها فد ذكريات ابائنا اجدادنا ولحد الان مستمرين على هذه الطريقه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاعل طرف العماره فالشعيره خاصه بهذا الطرف، وهي تدل على العشيره بانما انت وعشيرتك وعمومتك متهيئ نصرة الإمام الحسين ومتهيئ نصرة الإمام الحسين ومتهيئ إحياء ذكرى الشعيرة شعيرة عشرة عاشور محرم استشهاد الإمام الحسين. وهاي كانت بزمان تقليدي، يعني كانت ماكو كهرباء وكانت كذا، فيسوي لهم مشعل صغير وينورون حتى يروحون بالدرابين. كانت النجف كله درابين، فهسه الحمد لله والشكر صار تطور وصار، فبدل ما كان المشعل واحد هسه صار بال 32 31 شمعة. وهاي الشعيرة مستمرة بالنجف، وحتى تنقل قامت تنقل للمحافظات، يعني اكو شفت بها محافظات هم يسوون مشاعل هم احياء للذكرى هاي. كل التوفيق حجينا. موفقين ان شاء الله، اتمنى لكم التوفيق. ذكرت لي قبل شوي سمعتك. ايه. اغلب عشائر العمارة هم كانوا أطراف النجف. أيه. فلهذا تشوف الحدي مالتهم خاص، هوستهم خاصة. أيه. طلعتهم خاصة. صحيح. تختلف عن باقي الأطراف. صحيح صح، هم متآلفين ومتكاتفين ويأدون هذه الشعيرة كل سنة، كل سنة بأفضلية، يعني هاي السنة السنة الجاية أفضل، السنة الجاية أفضل، وهن حوالي هسه مثل ما كانوا مثل 20 مشعل صار 50، صار هسه لحد الآن واصلات حوالي بالمئة وعشرة 104. أي الله يحفظه. كل العشائر اغلبها انشطرت، الابناء كبروا العشيره صاروا افخاذهم مات ايضا كل ما خذها لمشعل. صحيح صحيح. اي نتمنى الموفقيه للجميع ان شاء الله. موفقين موفقين. مشاهدي الكرام لازلنا وياكم، وبعد ما ادري يعني اتمنى ابو صالح انت وعدتني تعطيني مجال ما ادري، فعدي بعد فاصل يعني اتمنى بعد اخذ بعد فاصل ثاني همات ايضا ننتقل به لمكان اخر ونتحدث ايضا عن هذه الشعيره، وكانت هذه العشائر موجودة أطراف النجف، يعني منطقة العمارة تكون على طرف آخر من أطراف النجف، لأن كل طرف بالنجف هم أربع أطراف يحيطون بمرقد أمير المؤمنين عليه السلام، طرف البراق، طرف المشراق، طرف العمارة، طرف الحويش. هذه الأطراف كل طرف كان متخصص بشعيرة معينة، شعيرة المشق اللي هي الاستعراض بالسيوف، شعيرة الزنجيل، شعيرة نقدر نقول القصائد وغيرها، وهذه الشعيرة شعيرة المشاعل. كان يخرجون من مناطقهم ويدخلون نسميها العقود اللي هي أماكن ضيقة ويدخلوها ظلمة ماكو كان تنوير، فكان المشعل يحطوه أمام العزاء وتطلع العزاء هاي الهوسات نصرة أبا عبد الله الحسين. يستذكرون هذه الأيام أيام حرق الخيام الحسين عليه السلام. مشاهدينا الكرام نأخذ فاصل قصير ولدينا عودة أخرى. مشاهدينا الكرام هذه عودة أخرى ولازلنا في طرف العمارة، وهو الطرف المشهور بالمشاعل، وتحدثنا قبل قليل حركة المشاعل، كون المشعل، آلية المشعل. وصلنا إلى منطقة أخرى في طرف العمارة تسمى سابقا منطقة الدرعية، هي كانت تنطلق من عندها سابقا المشاعل، يعني ما كانت موجودة في السور مثل ما قبل قليل انتقلنا على هذه المناطق. منطقة الدرعية كان أكو 4 5 عشائر 10 عشائر، هي هذه المنطقة اللي كانت تنطلق من عندها المشاعل وتصل إلى هذا الطريق مباشرة إلى مركز سيدي مولاي أميوني، لأن الآن هذا الطريق اللي هو بين صافي صفا مركز صافي صفا وأمير أمي عليه السلام هي منطقة العمارة القديمة، وتصل عبر هذه الشوارع كان سوق العمارة، ومن سوق العمارة توصل إلى باب العمارة اللي يسموها باب الفرج، وتدخل كانت المشاعل بالصحن. السلام عليكم حجينا. حجينا
انت الحجي ما عندي فرق. يلا ماكو فرق الحجي. تفضل تفضل حجي. تفضل حجي. تعالي يا حجي. قواك الله حجي. هلا بعد هلا حياكم الله. اجورنا واجوركم. حجي سولف عن المشاعل وشلون كانت اول منطقه العماره. نعم. وشلون كنتوا تطببون مشعلكم بالفروع والعقود الاوليه وشلون توصلون للحسين الششتر ليه ومن بعدها توصل. سولف لي هاي السالفه الاوليه. هذا الزمان القديم كانت الشوارع ضيقه والحاره كلش ضيقه، فلذلك نستخدم هذا الطريق للوصول الى سيد الاوصياء علي بن ابي طالب عليه رثاء للحسين الشهيد. ولذلك نثمن هذا الجهود اللي تقوم به شيعه علي بن ابي طالب بهذا الموقف المشرف الذي تتسم به صفات الشيعه العلويه. حجي هم تتذكر هوسه من هوسات الاوليه؟ والله ايش نتذكر؟ نتذكر الحسين الشهيد احنا. اتذكر كان يا حسين يشرب ماي عيوني، هز الراي وجاب الماي بيوم السابع، اتذكر ذي الهوسات مو؟ تتذكرون؟ للسابع عادين باقيات. ذني موجودات المارس لحد هاي اللحظه. لحد هاي الايام. يا حسين تبشر جيناك بكل قوتنا. اي هاي الشيعه يعني كلهم على هالاساس هذا، ونسال الله التوفيق لك والنا والجميع المسلمين. ان شاء الله للجميع. وهذا موكب عزاء المعامر بقياده الشيخ عبد المحسن عطا الله العامري. حجي. ونسال الله يعني التوفيق لكم وإلنا. للتوفيق للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين، السلام على اصحاب الحسين، السلام على فاطمة الزهراء. كلنا فداء للحسين ونسال الله ان يحفظ شيعة امير المؤمنين والمسلمين جميعا، ونسال الله ان يجعل العراق في امان باذن الله. الان بدا انطلاق المشاعل، ولكن ايش المنطقة من يقدر للازدحام نوصل؟ بلي. ووقت عندي قليل. بلي. فتبدي المشاعل من بعد الصلاة. من بعد اذان المغرب. بعد الصلاة. بعد اذان المغرب وتستمر حتى اذان الصبح. يعني فجر. ايش قد صار ساعتها 100 وايش قد؟ صار تقريبا 104 او 105 حاليا. هذا الرسميات يعني عدد. حجي كامل ابو مقداد الف رحمه روحه كان يقول لي المشاعل عندنا 13 مشعل بالعماره. بالضبط. الان صار توسع سكاني والناس كثرت يعني الوضع اختلف عن قبل بهواي ان شاء الله. موفقين. المشعل هم تطور له وبقى ذاك المشعل محافظ على نفسه على الكبر مالته وعلى تراثه نفس 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 التراث، بس الناس يعني صار توسع بين الناس والعشائر. كل التوفيق ان شاء الله. اسال الباري عز وجل ان يوفقكم على هذه الخدمه. ابناء النجف نبراس لكل محافظات العراق. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لا زلنا مستمرين وياكم، واحنا نقول وصلنا الى ختام تغطيتنا المباشره اللي قدمناها لكم من النجف الاشرف، وتنقلنا اليوم لينتدرون ليله الثامن، ليله التاسع، ليله العاشر حركه المشاعل المنوره. ابناء طرف العماره اللي يختلفون، يمكن ماكو مكان في العالم كله يقدمون العزاء لابي الضيم لامير المؤمنين باستشهاد اولاده بمثل عزاء العماره، يعلقون المشعل ويطبون. ولكن وصلنا الى ختام التغطيه، الى تغطيات اخرى، وان شاء الله نلتقيكم يوم غد. إلى ذلك حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.